البلاد انتبهنا لأمركم، كل وحدة تنتبه لأمرها. قرايه قرايه، البارح كنت في الابتدائي، يسر ربي جيتي المتوسطة، يسر ربي جيتي الثانوية، والآن أنت في الجامعة، وبعد مدة تغادر الجامعة. ماكش غتخلي هنا، تدي الشهادة تخرجي، تستقبلين الحياة، تروحي توظفي، يوظفوك ما كانش مشكلة، تستقبلين الحياة، يجي واحد يخطبك، ديري معاه الدار. هذه كل وكل وكل هذه كل، معليش قريتو، استقبلت الحياة، الوحدة تزوجت، كذا كذا، كانش مشكل. الأساس بيننا وبين الله، كيف نلقى الله؟ كلاتنا الدنيا، وكلاتنا شهوات الدنيا، وكلاتنا الفتن، وكلاتنا المعاصي، وكلنا الحرام، وكلنا الفجور، وكلنا الفسوق، ونتخلطوا خلطة عشواء. وتعرفوا شكون احنا واش يسمونا؟ يعني للأسف احنا يسمونا أمة محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكي تجي تشوف عالمنا ما عندنا حتى عاتق هذا الاسم، أمة محمد في الاسم مكتوب أمة محمد. تعالى لترى أمة محمد، روح شوفها الآن، روح شوفها في أخلاقها، في تربيتها، في أدابها، روح شوفها في عبادتها، روح تشوفها في المعاملات نتاعها، روح تشوفها في فعالها وأعمالها وصنيعها. تعالى تعالى لتخبرك هذه الأمة أنها لا علاقة لها بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، سواء في المعتقد أو في العبادة أو في الأخلاق والآداب والسلوك. أين هي أمة محمد؟ فلم يبقى لنا من الإسلام إلا اسمه، ولم يبقى لنا من القرآن إلا رسمه. ندعي فقط، لكن عمليا ميدانيا اين هو الاسلام؟ القران اين هو القران؟ اين هي السنه؟ اين هي الاحكام الشرعيه في العبادات او المعاملات؟ اين ذلك؟ كلام يقال، لكن عمليا ميدانيا. شوف، ساضرب لكم مثالا بسيطا، ربما وحدة مانيش عارف امتحاناتها تأخرت في الامتحانات بالك ما نجحتش، وحدة أخرى بالك خطبها واحد وهذيك الخطوبة تفسخت، جا خطبها واحد آخر الخطوبة هذيك ما مشاتش، تقول لك النتائج تعطلوا، الخطوبة تعطلت، دف طلب إلى السيد المدير كذا، العمل ما كانش. عوض، اسمعوا الكلام وما يغلطكم حتى واحد، عوض ان تلجأ الى الله، تروح تهرب من ربي وتشوف امرها علاش ما مشاتش الامور. واحد سقسى واحد، قال له اموري معسره، احوالي في تجارتي ما مشاتش، الامور بيني وبين زوجتي ولادي تعبانه، ايش العمل؟ هذا تعرفين في من طاح؟ طاح في يد عالم، والعالم لعلم ربي عطاه الحكمه، ايش قال له؟ قالوا تريد جوابا على سؤالك؟ اي نعم ورب الكعبه، اريد جوابا على سؤالك. قالوا يا هذا ابن ادم، قالوا اصلح الذي بينك وبين الله يصلح الله لك الذي بينك وبين الناس. صباح انا كنت نسجل في قناة النهار، نسجل عند الدروس باش تبث في قناة النهار، تلاقيت اليوم بحديث سفيان بن عبد الله، جاء النبي قال له يا رسول الله حدثني
واعطيني وقول لي شيء اعتصم به. اعطيني حاجه، اعطيني حاجه صحيحه نحكم فيها باش ما نخسرش، باش ما نخسرش الاخره تاعي. اعطيني حاجه على بالك البنات، الحبل على الحبل هذا يرشد العلامات ياكلوا المقص، حبل واحد اخر ياكلوا المنجل. صح الحبل تاع الله، حبل الله المتين ما يتقطعش. وليه توكل على ربي، ربي ما يخيبوش وما يخليهش. نعود والعود احمد، قال له يا رسول الله دلني على شيء، حدثني بشيء اعتصم به. شوف العلاج وشوف الارشاد وشوف الحديث النبوي. قال له رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال له على بالك الدين نجمعه بين الكلام والعمل باش ما يروحش الميزان. قال له قل آمنت بالله، قل هذه باللسان ولا لا، قل آمنت بالله ثم، الله يفتح عليك يا بنتي، قل آمنت بالله ثم استقم. الدعوة مش في الهضرة برك، قل آمنت بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم استقم. ولهذا ربي في القرآن عاد واحد الناس عادهم فقال لهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شفت النبي وين وراه؟ واش نصحوا؟ واش قال له؟ مازال الحديث. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال يا رسول الله. البنات الامر الثاني هذا الشعب الجزائري كاع يعني غير اللي مازال ما بلغوش الدراري الصغار هذو خاطيهم الشيء، والباقي كامل رانا نتخبطوا فيه ورانا طايحين فيه رجال ونساء. ما هو؟ قال الصحابي، قال يا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي؟ وش؟ ما نديش الشهاده، ما نلقاش الخدمه، ما نتزوج، ما نجحش في المشروع، ما حققتش امنياتي، ما اخوف ما تخاف علي. المستقبل دوكا مبدعوا لنا حاجه جديده، دوك راهم يخوفوا فينا في المستقبل. طفل مازال هذا وين بدا في الدراسه؟ والمستقبل المستقبل شبيه خليه يقرا، انا راك تخلع فيه، انا راك تركز فيه الامر هذا اللي من يفزع يمشي يقول المستقبل ويرقد المستقبل وياكل المستقبل ويمشي المستقبل. اش بيك انت؟ المستقبل بيد الله، المستقبل هذا يلحق له ما يلحقلوش الله اعلم بذلك. الغيب بيد الله والامور بيد الله وتصريف الاحوال بيد الله سبحانه وتعالى. بلى الصحابي رضي الله عنه قال له ما اخوف ما تخاف علي. عرفوا واش دار النبي؟ شوف البنات اللي راكم واقفين لي حتى اللي رايحنا تبعوني، لان النبي تم العمل. قال فما اخوف ما تخاف علي يا رسول الله. شوف مسك رسول الله بلسانه، جيب له هذا زي هذا، ثم قال لهم هذا اخاف عليك لسانك. وصح والله غير اكثر ما يدخل الناس جهنم هو لسانهم. وشوفوا انتم البنات اللي تكونوا هنا في الحي الجامعي ولا في الكوز ولا في قاعه المحرره ولا في التطبيق، البارازيت يخبط لي النهار ما تسكتوش. والرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، واش يدير؟ يقول خيرا، ما شاء الله تبارك الله، يقول خيرا او يعني روحوا للصمت. اذا كان حاجه تاع خير بسم الله، حاجه ما فيهاش الخير. اكثر ما يدخل الناس جهنم